شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المره اللي فاتت اتكلمنا عن داتا بايندنج مع مين؟ مع الانبوت، تمام. واتكلمنا عن ان جي موديل، وقلنا ان جي موديل هي عباره عن ايه؟ عن اتريبيوت بتحطه في الانبوت وتدي له فاريبل، بيبقى حاجه زي بتنسخ حاجه في حاجه، لو غيرت هنا بيغير هناك في الفاريبل بتاعك، لو غيرت هنا بيغير في الانبوت بتاعك او ايا كان. وطبعا ان جي موديل مش بتستخدم مع الانبوت بس، ممكن تستخدمها مع الديف مع ايا كان، مفيش اي مشكله. تمام جدا. عاوزين برضو سريعا ناخد اكزامبل بسيط على اللي خدناه قبل كده عشان برضو الدنيا تكون تمام. اول حاجه خلينا بس نشيل الديف ده ونخلي بس الانبوت، تمام. خلينا نشيل ان جي موديل اهي، تمام، ونشيل التكست عشان نبدا على نضيف. اول حاجه انا عندي ده انبوت عادي خالص وده ديف عادي خالص اهو بالمنظر ده، تمام. انا هروح اجيب بوتون اهو، احطه هنا اهو، هسميه مثلا دن، تمام. تمام، اذا الشكل عندي بقى بالمنظر ده، تمام. المفروض انا عاوز اكتب هنا كلام، تمام، واعمل دن يرده لي هنا. ده الاكزامبل بتاعنا، هنا في مجموعه من الكلمات اهو، المفروض اعمل دن يعرضها لي ايه هنا. هنعملها ازاي؟ اول حاجه المفروض كانيشال، تمام، دي ما فيهاش ايه، دي ما فيهاش داتا، دي ايه، دي امبتي. المفروض ده يكون ديزيبل. دي اعملها ازاي؟ اول حاجه هروح هنا في البوتون، عندنا اتريبيوت اسمه ديزيبل، وقلنا لو عاوزين نحط سيت لي فاليو في اتريبيوت بنعمل القوسين دول ونديله الفاليو بتاعته. انا عاوز الديزيبل بتاعي يكون امتى؟ لما دي تكون امبتي، تمام. حلو، لما تكون امبتي هنسيبها دلوقتي، تمام. انا هنا هروح هناك في التي اس، انا هعمل هنا ايه مثلا، ايه، ماي تكست اهو، هدي انيشال فاليو بامبتي، تمام. وهروح هناك هقول له ان جي اهو زي متعودين موديل، هقول له ايه، ماي تكست، تمام، مفيش مشكله. هنا بقى هقول له والله لو الماي تكست بتاعي ايكوال 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 امبتي، تمام، اذا هيرجع لي ايه، هيرجع لي ترو، اذا الديزيبل هيبقى ترو، اذا هيبقى ديزيبل. تعال نروح هناك كده، شايفين اهي الدن بقت ايه، بقت باهته لانها ديزيبل. واحد يقول لي مش فاهم، اول حاجه انا مش فاهم يعني ايه ايكوال ايكوال ايكوال. طبعا انت اكيد واحد عارف يعني ايه اف ستيتمنت. الاف ستيتمنت كانت بتبقى ايه، ايكوال ايكوال، بيساوي كلمتين ببعض. لا، هنا في التايب سكريبت ايكوال ايكوال بيقارن من حيث الفاليو. يعني عشان برضو تكون واضحه، لو انت عندك مثلا بالمنظر ده، ده سترنج فيه دي دي، او مثلا فيه اسلام، تمام، وهنا سترنج تاني فيه اسلام برضو، تمام. اذا ايكوال ايكوال هيرجع ترو عادي جدا. ليه؟ لانه بيقارن من ناحيه الفاليو. وخلي بالك من ناحيه ايه الفاليو، خلينا برضو عشان تكون واضحه اكتر، لو احنا هنا عندنا 10 واحنا عندنا 10، حلو، ايكوال ايكوال هيرجع لك ترو. ليه؟ لانه بيقارن من الفاليو، الفاليو هنا ب 10 فعلا والفاليو هنا ب 10، هيرجع لي ترو. طيب لو هنا هتبقى 10 ايكوال 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 10، هيرجع لي فولس. ليه؟ لان من ايكوال 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 3 ايكوال بيقارن من حيث الفاليو والتايب. ده التايب بتاعه سترينج، ده نمبر او انتجر ايا كان، اذا مش متساوي فبيرجع لك ايه، فولس. اذا هنا بيقارن من حيث الفاليو، هنا بيقارن من حيث الفاليو والداتا تايب، حلو. اذا هنا هقارن من حيث الفاليو والداتا تايب، بقول له الماي تكست ايكوال 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 امبتي، والله لو الانبوت بتاعي ايكوال 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 امبتي خلاص خليه لي ايه، ديزيبل، رجع لي ترو. طب لو مش ايكوال امبتي، لا هيرجع لي ايه، فولس، فهيفتحه لي، تمام. طبعا ان جي موديل ديت رابطه ما بين الانبوت والفاريبل بتاعي، اذا اي تغيير هو بيحس بيه دايركت، تمام. دلوقتي ركزوا معايا، دلوقتي اليوزر فاضي فجايب ايه، جايب ديزيبل. ركزوا معايا، لو كتبت حرف واحد، شايفين بدا ليه بقى؟
لان اول ما كتبت الار هو دايركت راح فين؟ راح غير لي الماي تكست حط لي فيها ايه؟ بقت فيها ار. تمام، فهنا حس ان الماي تكست ايكوال 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 ام بي تي، لا ده فيها ار، اذا بقت فولس، اذا ديزيبلد مش شغال. حلو، دي اول حاجه كده، انا عملت اول حاجه انا عاوز اعملها اهو، مفيش مشكله. لو رحت هناك وعملت هقول له ايه مثلا؟ ايه دو تاسك. تمام اهو، عاوز اعمل فيها ايه؟ هقول له ذس دوت دوت ايه بقى؟ دوت ماي تكست. هقول له ايه؟ ايكوال ايكوال ايه بقى؟ المفروض بقى تقول لي ايكوال التكست بتاعي. ركزوا معايا، انا عاوز اجيب اللي موجود هنا في الانبوت اخليه فين؟ اخليه هنا. المفروض هنا هعرض الماي تكست، واحد يقول لي ملهاش لازمه ادو ايه؟ تاسك، لان الجي موديل هي اصلا وفرت عليك الموضوع ده. ركزوا معايا كده، لو عملنا اسلام شايفين تحت بتظهر ايه؟ شايفين معايا؟ اهو ايا كان الكلام تحت بيظهر، لان الجي موديل هي لوحدها حست بالتغيير. تمام، فراحت غيرت فين؟ في الماي تكست، فانا دايركت حطيت الماي تكست. واحد يقول لي كنت عاوز اعمل هنا كليك، وبعد ما اعمل كليك تمام اروح اجيب الانبوت بتاعي واحط واعمل دو ماي تاسك. هقول لك تمام، ديت برضو حل، بس احنا دلوقتي استخدمنا ان جي موديل فوفرت علينا ايه؟ ده كله. تمام، مفيش مشكله. كليك يمين، جيت اد في سي اس كوميت، هقول له ايه؟ اكزامبل. تمام تمام مش مشكله. تمام، هعمل كوميت اند بوش بوش، هستنى من بوشنج، هروح هناك هنعمل ايه؟ اكزامبل اهو، مفيش اي مشكله. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في حاجه مش واضحه او حاجه مش مفهومه او حاجه ما عرفتش اوصلها لك تواصل معايا، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.